وين عصص سكر الباب. تعال عبود يفتح الباب، ارجف برجلك. كفو يا عبود، كفو يا ليلى، هذا انا مو الشريرة. السلام عليكم تحديات العائلة. ليلى معنا اليوم، قالت بروح اشوف البيت المهجور. عبودي وينك يا عبودي؟ خلونا نشوف عبودي وين راح يا متابعين. الليلة ما شاء الله عصاها صغيرة، انت عصاك كبيرة ما شاء الله. تشوفوا عصا عبودي كبير. لا خلاص يلا نبي ندخل. فيها مسمار؟ لا انتبه لشقة المسمار، ارميها. خلاص انت ما تحتاجين، احنا بس هذا اللي مع عصا. طبعا ليلى تقول يا بابا لازم نروح نشوف البيت المهجور، اشتقت له. يلا مشتقت له عاد ليلى، خلاص وبكره مدرسة. هي ليلى ترى عندها مدرسة، ما نقدر نتأخر. الحين تجي خلاص يلا عشان تروحي تذاكري. ايه خلاص ما شاء الله، ترى ليلى تذاكر يا متابعين، بسم الله عليها. وانا قصت شعري ما شاء الله، بركوله يا متابعين. ليلى قصت شعرها، حددته طبعا ما قصته كله. تعالوا وين رايح؟ يلا نبي ندخل. يلا الان نبي ندخل يا متابعين البيت المهجور. شوفون البيت المهجور، هذا هو طبعا كسر، ما ادري من كسره الله يهديه. بس يلا تكتر اول وانا صغيره واحنا نلقى كلب. ايوه اذكر. ايوه من زمان. ايوه من زمان. ليلى تبي تورينا المكان، يلا وشو المكان الزين؟ ها يلا عبودي. هذا المكان الزين. ما شاء الله تبارك الله. ابغى اشوف المويه. يلا تعالى بعطيك مويه. يلا وانت خليت هنا، ها لا تروحين خلاص. يلا شاطره يا بابا. بابا بروح اشوف شوي ودي. وين تروحين؟ قريب. اي لا تروحين بعيد خلاص. يلا شاطره. يلا الحين بنعطي عبودي مويه عطشان، وهذا المويه تفضل. يلا الحين بندخل نروح ليلى، نشوف ليلى وينها، وين راحت ليلى يا عبودي؟ ها ليلى وين راحت عبودي؟ ليش رميت المويه؟ ما تبي المويه؟ تبي المويه ولا لا؟ وين راحت ليلى؟ يا ليلى اسمع صوت انعال. ليلى وين رحتي؟ يلا رقت فوق. ليلى تعال ارمي العصا هذه، ارمها. لا ارمها، انا معاك. وش ارمي العصا هذه؟ العصا هذه مات. يلا خلونا نشوف. بسم الله، ليلى وين راحت؟ ما ندري وين راحت. الرجاء وشو؟ الصمت، يا ساتر مكتوب الصمت هنا. ايه خلونا نشوف ليلى وينها. بسم الله يا ليلى غريبة، ما ادري وين راحت ليلى. يا ساتر، تعال انت بتطيح، وهذا مكسر بعد. يا ساتر ما ندري وين ليلى راحت. يا ساتر ايش مكتوب هنا؟ تعال اقرا يا عبودي، ما تعرف تقرا. ميمو مين هذه؟ تعال خلينا ندور ليلى، نسينا ندور ليلى. ليلى داي وشو؟ تقول ساعدوني؟ وش فيها؟ الظاهر تمقلبنا ليلى، صح ولا لا؟ الا عبودي دايم ليلى تمقلبنا. اصبر خلينا ندورها. لحظة ليلى! ليلى! ليكون هنا بالخزان. يا ليلى وينك؟ تقول ما تدري شكلها. لحظة احنا قربنا من هنا، لحظة هو هنا يمكن هنا. تعال خلينا نفتح الباب. يا ساتر. عبودي ها؟ وشو ها ليلى؟ هذا وش هو؟ وين هناك؟ ما نشوفت يا ليلى، وينت؟ وين عبودي شلون يجي عندك؟ ما هو بجاي؟ وينها؟ خلنا نشوف ليلى وينها؟ كانت هنا. يا ليلى وينك؟ احنا وصلنا هنا عند الدرج. يا ليلى وينها؟ ايش تقول؟ ها؟ وينها؟ تعال وينها؟ تعال عبودي. طبعا ذاك اليوم كان هذا مفتوح. ليلى وينها؟ بس سكر الباب. تعال عبودي افتح الباب عبودي، ارجف برجلك. كفو يا عبودي. وينها؟ وين ليلى؟ ليلى وينها؟ وين ليلى؟ ليلى وينها ليلى؟ يا ليلى 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 راحت. اسكتي، انا اقول لك يا عبودي احنا ندورك هنا بالغرف ما حصلناك. وينك؟ لا ما حصلناك. وينك؟ خلنا ندخل هنا، اكيد انها هنا. امسك خليك هنا واقف، خلنا نشوف. انا مو شريره. كفو يا ليلى، هذا انا مو شريره. وش تقولين ليلى؟ بابا شفت انت تطور عبودي صح؟ ايوه. مرت من هناك ما شفناها، راحت لغرفتك هناك، مرت من هناك وجلست هنا. ما شاء الله سريعه، لازم اشوف هنا. علي ما شاء الله مكرمتكم.
مقلبونه ليلى. يلا يلا احنا جايين نتمشى هنا، انت عشان تمقلبينا. فكرة ليلى، فكرة ليلى. يلا طلعنا طلعنا يا ليلى عبودي. يلا يلا مشينا. يلا مشينا. يلا يا عبودي انت وليلى، يلا تعال شوي شوي. تعال عبودي، وين رايح وين رايح؟ يلا نمشي. يلا مشينا، لا احد يركض. يلا ليلى ما شاء الله، ليلى تسوين فيني مقلب، وانا اقول ليلى وليلى ما شاء الله. انت اللي مخططه، انت وعلي هي مخططه. لا هي اللي اعطتني الفكره. يا ساتر، ما توقعت ان ليلى تسوي فينا الحركه هذه. حتى انا، هي جتني وقالت تعالي سوي مقلب. لا ثاني مرة ما راح نصدقك يا ليلى. طبعا بيت المهجور المتابعين كسروه لعبوا فيه، ما ادري من اللي لعب فيها. خلاص خربوا، خلاص البيت المهجور. طبعا انا لو مشريره طلع علي. تعال يلا مشينا. وشي كاسة؟ كاسات قصدك. ليش تسوي فينا مقلب؟ ثاني مرة ما نروح البيت المهجور. خلاص. توت البري. ما شاء الله. يلا مشينا يا عبودي، يلا مشينا، خلنا نروح البيت الحين. ما عندك توت بري؟ يلا ماشي. انت ابو تبي، تعال 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 تعال. لا تركضين، انا اقول لا تركضون، لا حد يركض، لا حد يركض. طبعا من زمان عن البيت المهجور لقيناه مكسر. طبعا البزارين طلعوا يلعبون يستانسون، وبكره مدرسه. ايوه تمقلبوني ها؟ أيوة. اخرتها انت واختك ليلى. هاي ليلى تسوي لنا مقالب. ليش تسوي لنا فينا مقالب؟ هذه النيلة حقت مين؟ والله ما ادري، فيها اشياء غريبة هنا. فيها اشياء غريبة؟ يلا يلا كتابات ما ادري وشو. يلا يلا نبي نمشي الحين نروح للبيت. ما شاء الله تبارك الله، شوف المزرعة هذه مرة قاضية من هدة. ايش اللي مكتوب هنا؟ احبك لولو، احبك لولي، احبك لولي. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله. يحبون المتابعين ليلى يجون هنا متابعين يكتبون. بس عاد والله اللي يكسر الحديد هذا الله يهديه، لا عاد تكسره. ما شاء الله. خلاص خلاص انت، انا يا وش اسمه عبودي، عبودي عبودي ايش كنت تحفر في التراب توسخ ملابسك. يلا مشينا مشينا. يلا 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 يبي نمشي احنا الحين. خلاص ليلى تعرفين تمقلبين ها؟ صرت تعرفين تمقلبها قوي. اي والله قلت اكيد ان ليلى راحت جاها العو اكلتها. يلا اركب اركب يا عبودي، اركبنا. يلا يلا مشينا، هذا استانس على التراب. ليش لا ها؟ بكره بكره انتم تدرسون. يا بابا ليلى تودينا عند يطق الجرس. لا لا ما راح اوديكم طبعا في الليل، اكيد ما راح اوديكم. ايش رايك علي؟ ما تبي تمقلبوني في الليل؟ لا صعبه صعبه يا ليلى تمقلبين بابا في الليل. تمقلبين بابا؟ ها خلاص انا بكره اوديك المدرسه ان شاء الله. لا انت لا لا المعلمه ما تجي في البيت يا بابا، المعلمه تروحين المدرسه يا بابا. خلاص إيه؟ انت الحين خلاص تدرسين انت والشيخ عبودي اللي ورا هذا. عبودي حلوه المدرسه ما شاء الله. وصلنا البيت يا متابعين، وليلى تلعب مع قطوتها. ثاني مره تمقلبيني انت علاوي، ازعل عليك.